فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد، حيث نلاحظ، يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة وهي الدعوة إلى التوحيد، حيث يلاحظ في هذا الزمن كثرة الفتن وغربة التوحيد وأهله وقلة من يهتم به ويعلمه في خارج هذه البلاد؟ بلا شك أن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لكثرة الشرور، ولأن الأعداء من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ينفخون في العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويحرضون الأشقياء ضد دعوته، ولكن هذا ما يضره ولا يضر الدعوة، إنما يضرون أنفسهم. لكن أنتم جزاكم الله خيراً بما أنكم فهمتم الوضع وتيقنتم من هذا ولله الحمد، فعليكم أن تقوموا بما تستطيعون من دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، وأن تأخذوا رسائل الشيخ تنشرونها وترجمونها إلى لغاتهم ليعرفوا ما عليه الشيخ، لأن أكثرهم مغرر بهم ما يدرون عن الشيخ، عندهم مصور لهم أن الشيخ أنه مثل فرعون وأنه ما يدرون، صدقونها إذا قيل لهم كذا يصدقون، لكن إذا جبتم من كلام الشيخ ورسائله ودعوته فإنه يتبين الحق ولله الحمد. نعم.